معنا السيد عمر العواد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات واللي منرحب فيه ببرنامج بصراحة. أستاذ عمر الله يسعد الصباح ورمضان كريم. الله يسعد صباحك. الله يعطيك ألف عافية. بتقدر تجاوبني على هالسؤال يا سيد عمر اللي طرحته أنا مبارح، يعني لما كان في هنالك قرارات تتعلق ببعض الأطعمة وبيجي بيقول لك والله هذه غير مطبوخة، والآن من مبارح بنحكي محلات الحلويات مع رمضان المبارك كل عام وأنتم بخير، أكيد يعني من ضمن المنتجات ما يدخل في تصنيع بعض المنتجات والحلويات شيء غير مطبوخ، فكيف نستطيع أن نوازن بين القرارين خصوصا أنه الحجة أنه هذا مطبوخ هذا غير مطبوخ، وبنفس الوقت بدنا بعد أمرك أنتوا تلقيكوا كنقابة أصحاب مطاعم وحلويات لا خلينا نقول فك دائرة الحظر شوي شوي عن هذا القطاع، مرضي غير مرضي وجهة نظركوا شيء تعرقلتم فيه. تفضل يا سيدي معك الهواء. أول شيء الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك يا سيدي. هلا المشكلة إنه المعايير اللي حطها طبعا مش لجنة الأوبئة مشان نكون منصفين نقلش من مجهودهم اللي حط هاي المعايير كلياتها ضافها وزيرة السياحة. وزيرة السياحة بالفنيات ما تعرف، يعني لما تيجي تحكي مثلا الحمص تقول لك إذا كان بالثلاجة مثلا بالرعش، هلا لو ليش؟ قال لأنه بالطبخ لازم ينطبخ على درجة 180. طبعا هو كله المعروف إنه بنطبخ الحمص 4-5 ساعات على النار، بعديها ببرد، بعديها بنحط عليه الطحينية والليمون بنفرم وبعديها بنحط بالثلاجات. مهنيا مش عمالهم يعرفوا، ولما تيجي تعرفهم يصير انه يعني كيف يتراجعوا باي مسؤول عنا كيف يتراجع بالنسبه له؟ هذه مشكله كبيره، كيف يتراجع؟ كيف حكي خلص حكي معناته كل البلد تمشي عليه؟ مش هيك الفكره انه الدنيا اخذ عطا، ما بتعرفي بموضوع بتسالي بنقول لك انه هاي الاليه 1-2-3-4 بتسالي لك بدل واحد ساعه، بدايه تسالي 10، ما هو معروف انه الحمص لما ينسلق بده 4-5 ساعات وبتنتهي المشكله لهون. هلا اجى بدنا نحكي بموضوع اخر، اجى معالي وزير الصناعه والتجاره يوم الوقفه قال انه بيع الخبز القطايف بس فقط لا غير، ينحصر في موضوع المخابز وعلى انه يلتف وممنوع كذا. طيب اوكي، قال مشان النظافه مشان، والله على الدوير قاعدين بيبيعوا القطايف، بياعين الخضره قاعدين بيبيعوا القطايف، تيجي بيقول لك بياعين عصير ممنوع يشتغلوا، بتلاقي على الدوير مبسطين بعصير والفراني والخضرجي صار يبيعوا عصير. 20 معيار بيان واحد. شو الهدف؟ هل بدهم من القطاع يظل مسكر؟ إذا بدهم يظل مسكر يحكوا بصراحة، يدفعون رواتب العمال شهر 4 ويخلوه مسكر، ما عندنا مشكلة يدفعون. حدد لي القطاع اللي بتحكي عنه ما مشان نكون واضحين، حدد لي هالقطاع اللي أنت بتحكي عنه. الحلويات بشكل عام، الحلويات مش صار في فك قيود نوعا ما عنهم؟ نوعا ما فك قيود أخي الكريم، إشي بسيط. أول شغلة بقول لك ممنوع المناولة، امبارح طلع وزير السياحة بيقول لك ممنوع مسموح المناولة. هلأ قبل يومين ثلاثة كان في مناولة بمحلات، سكروا محلين صحيح، امبارح سكروا كمان محلين برضو بشارع المدينة. طب احنا فاهمين حالنا، معنا عندنا مناولة ولا معناش مناولة؟ بقول لك يا أخي وين القرار تاع الوزير؟ طب صرحتوا فيها التلفزيون، بدنا نقول لكم يا عم اكتبوا لنا اياه واختموا لنا اياه واعطوا لنا اياه. يعني صفت الناس بقول لك يا يعني مش عارف شو نعمل، صدق انه مش عارفين شو نعمل. بيجي بقول لك ممنوع الطلبات الا دليفري او مناوله بيصير. طب انت قاعد بتناول زبونك قاعد بيجي بسكر لك محلك، طب شو بدك اياه؟ بيجي بقول لك ممنوع تاخذ الكاش، لازم تعرض عن طريق الفيزا، في برد يقول لك مسموح الفيزا ممنوع مسموح الكاش. بطلنا جد كل ساعتين قرار ومش عارفين مش بالضبط شو نعمل. بيجي بقول لك المطعم يفتح والمعجنات ما يفتحش. يعني بتيجي بتراجع بقول لك يا اخي انت الان بتقول بانه انا ما يصدر عن لجنه الاوبئه من توصيات لا خلاف عليها، احنا بنحكي قاعدين الان بالتطبيق واليه التطبيق واستيعاب هذا الشخص بموقع المسؤوليه لهذه الاليات وتطبيقها حسب مزاجه. بالضبط. هلا اجت لجنه الاوبئه يوم الخميس اللي فات، اوكي، عملت توصيات بكل التوصيات اللي كنت اللي بحكي لك عنها هذه كلها لغتها. قالت يا عم احنا ما طلبناها. قال هذا اللي حطه وزير السياحة، احنا قاعدين بنقول هي قرارنا. بعتنا كتاب الاسبوع اللي فات للرئاسة وبعتنا كتاب لوزير الصناعة ولوزير السياحة، بعتوا لجنة الأوبئة، لجنة الأوبئة جاوبتهم يوم الخميس اللي فات. لغاية الآن محطوط الكتاب بجرار معالي وزير الصناعة والتجارة ووزير السياحة، مش راضيين يعلنوا
الآلية إنه بيقول لك إنه هلا بدي يدفع كاش يدفع كاش يعني ما بعرف إذا مش كل الأردن بتصورك في دفع لكم شان موضوع الضمان والاشتراك بالضمان وتغطية العمال أنا مسلم فيه بتصورك هذا هذا هو الموضوع يعني لا طبعا أنا الضمان صدقا مسلم فيه قلبا وقالبا لأنه حي يعني الضمان حماية إذا مثل الدغري للعامل ولا صاحب الشغل يعني أنا مثلا على مستوى الشخصي أنا بتذكر يوم بحياتي شغلت واحد محوش ضمان أو ما حطيتهوش بالضمان لأنه بدفعني أنا بصراحة أقول لك بخدمني أنا طب الرقم المعلن عنه يا سيد عمر الرقم المعلن عنه اللي هو 3500 مطعم ومحل حلويات تقدموا بطلب الحصول على تصريح موجود على الجرائد أقرأ من الدستور الآن بتصورك إنه هذا العدد يعني كافي مبشر على امتداد الأردن إحنا بنحكي ولا امتداد عاصمة عمان ولا لا طبعا الأردن هلا لما تيجي تحكي من 19 شهر طلع القرار لغاية أول امبارح كان 207 207 اللي مقدمين يعني أنت تحكي بواحد بالمية بواحد بالمية يعني معناته النتيجة غير مبشرة لأنه كل الشغلات اللي حطوها صعب تطبيقها يعني كيف مثلا بعمان الشرقية بشكل عام أو بمحافظاتنا بشكل عام كيف بدي يشتري على الفيزا لا صاحب المحل مهيئ ولا الزبون مهيئ بهذيك المناطق يعني المفروض أنه في لحلحة بالشغل ضمن المصنع والله يا سيدي يبدو يبدو بأنه هذه الطرق بالدفع لها ما لها و يعني يعني يبدو بأنه مش كل الناس قادرة تطلع من سلطان كرباجة بصراحة يعني لازم يكون التمرير عن طريق هذه الآليات طيب أنا إذا بدي أحصر الآن المطاعم ومحلات الحلويات بالدفع الإلكتروني طيب ما هيني بشتري قاعد من الدكاكين بدفع كاش وبأخذ كاش ومن محلات الخضرة بدفع كاش وبأخذ كاش يعني مش عارف أنا هذا الشرط هنا بهذه المطاعم شو أساسه ولكن أنت بتقول لي بأنه ما زالت الأوراق والكتب مضبوبة بمكتب وزير الصناعة والتجارة ومكتب وزارة السياحة مش هيك؟ مزبوط أنا بدي أشكرك جزيل الشكر بدي بس أسألك أنتوا كنقابة أصحاب المطاعم والحلويات كم منشأة كم مؤسسة تضم؟ أكثر من عشرين ممكن يكون الشعبي وممكن يكون 2000 سياحة 20,000 شعبي؟ 20,000 هدول بشغلهم أخي الكريم بيشتغل فيهم لا يقل عن 300,000 عامل 300,000 عامل بالقانون لازم يكون 50% منها أعمال محلية لما تيجي تقول 150,000 وصل له 45 يوم سكر شوفوا قديش الوضع سيء وبعتهم لغاية لا مش مصرين إصرار كامل على الشروط التعجيزية سعادة السيد عمر العواد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات في معدتك حوصلة في معدتك كلمة بدك تحكيها وحاب تحكيها ومصح لكيش فرصة تحكيها والله هو اللي احنا ندافع على حاس انه في عندك اشي بس يعني ما بين خطوة لقدام خطوة لورا هيك احساسي لا مش هيك احنا قاعدين بنقول اتقوا الله في هالناس اول شيء شهر فضيل خلي الناس تسترزق احنا مش طالبين اشي ضمن الشروط الصحية الصحيحة لما تيجي تفتح لي منصة تقول المنصة والمنصة مش شغالة تقبل اسم و15 اسم تقبل هوش وتخلي الناس طول الشهر هذا متمرمطة مش لاقي تأكل يعني لما تلاقي صاحب مطعم قاعد يقول لك أنا والله بعت استوارات الغاز بعت الثلاجة مشان أقدر أكل إيش حال الشغيل اللي عنده أصحاب مطاعم باعوا ال من قلت الشغل 45 يوم هذا الأخ الكريم باعوا الموجودات الثابتة اللي عندهم اسطوانات غاز وماكينات قلي ها بالضبط هلا لما تيجي تحسبها 45 يوم ضيف على شغلة من شهر 12 واحد واثنين ثلاثة كان الوضع التجاري بشكل عام كان سيء جدا هلا لما نيجي نطلع نلاقي بهالآلية هاي ومفيش ونازلين ضغط على هالقطاع خليهم يشتغلوا بهالشهر خليه على قليل يوكل كم اتصال بيجيك من قطاع 22,000 قوامه بدون مبالغة كل يوم لا يخلى عن 3,000 من الساعة 9 الصبح للساعة 2 بالليل تليفوني ولا ثانية بهدا ولازم أجاوب على الجميع لازم أجاوب جميع أي واحد بتصل معي لازم أجاوب عليه أنا بدي أشكرك جزيل الشكر سيد عمر العواد نقيب أصحاب المطاعم ومحلات الحلويات سمعت متابعينا الكرام لا اعتراض على توصيات لجنة الأوبئة وهذا بتصوري يعني نحن بنعمة بأنه شكلت هذه اللجنة تعاملت مع الحالة من الدقيقة الأولى مش من اليوم الأول التوصيات اللي بتطلع توصيات
من المفروض انها منطقية علمية تتماشى مع الحالة، هذا يجوز وهذا لا يجوز، ما فيش في بين بينين، والله هذا ممكن يزبط بغامر، يا بزبط يا ما بزبط.